السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مس هبة الحداد. هكلمكم عن البرمجة. الأول، أنتوا عارفين أن الترميز والبرمجة بيمثل المرتبة الأولى على قائمة المهارات الوظيفية المستقبلية؟ طب عارفين أن لو عايزين نضمن مستقبل أفضل لولادنا بإذن الله لازم يتعلموا برمجة؟ طيب، في بعض أسئلة بتيجي على بالنا لما بنسمع كلمة برمجة. إيه هي البرمجة؟ يعني إيه معناها؟ ايه اهميتها واهدافها؟ طب يا ترى لو علمنا اطفالنا البرمجة في سن صغير ده هيكون افضل ليهم ولا لا؟ يلا بينا نعرف اجابة الاسئلة دي. تستخدم البرمجة في تشغيل التطبيقات على الهواتف الذكية وتنفيذ الالعاب على وحدات التحكم، وتدخل البرمجة في معظم الاشياء اللي بيستخدمها طفلك تقريبا مع الهاتف او الحاسوب وغيرها. البرمجة أشبه بعقل الحاسوب، دونها يظل جهاز الكمبيوتر أو الهاتف قطعة معدنية لا قيمة لها. البرمجة هي فن تعليم الكمبيوتر كيفية القيام ببعض الوظائف، منها البسيط زي جمع رقمين مثلا مع بعض، ومنها الأكثر تعقيدا كإطلاق صاروخ في الفضاء. تستخدم البرمجة لغة بيمكن للآلة فهمها، وجعلها هي الطريقة التي نتواصل بها مع الآلة لتعمل بالطريقة التي نحتاجها. تمثل أهمية البرمجة في كونها مجال رئيسي من مجالات الحياة سواء في الحاضر أو المستقبل. وأهمية تعلم لغات البرمجة للأطفال هتساعدكم في عملية حل المشكلات. طبعا بتزود ثقتك بنفسك، وده لما بتشوف نتيجة تنفيذ البرامج الخاصة بيك بتنمي قدرتك على التفكير والإبداع، وبتساعدك إنك تكون واسع الأفق من خلال التعرف على الأنواع المتغيرة والثوابت وتخزين البيانات وتحديد طرق استرجاعها وتحليلها. تعلم البرمجة وأساسياتها هيجعلك أفضل، تساعدك في تعلم مهارات زي الرياضيات ومهارات حل المشكلات. تقدر كمان تصمم لعبتك بنفسك، مشاريع وبرامج، هتقدر تكون منتج للبرامج بدل من كونك مستحيل. كمان البرمجة هتوفر لك وظائف جديدة، وعشان تكون مبرمج مبدع الأهم من الشهادات العلمية خبرتك ومهاراتك في البرمجة. دي أهم نقطة، مهاراتك في البرمجة. أهداف البرمجة بتركز على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعليم الأطفال البرمجة من خلال تعليمهم أساسياتها ولغتها في بيئات ومنصات متطورة بتهدف لمحو الأمية الرقمية وتعليم علوم الكمبيوتر وتعليم الأطفال البرمجة من سن صغير. طبعا تعلم البرمجة في سن صغير أفضل بكتير، تقدروا تفهموا ازاي تخططوا الافكار وتنظموها، وبمرور الوقت يترتب عليه تحسين مهارات الكتابة والمهارات الدراسية، مهارات الرياضيات، حل المشكلات. ومع تطور مهاراتكم في الترميز والبرمجة كمان هتقدروا تتعلموا ان مفيش طريقة واحدة للقيام بالاشياء حتى لو ما نجحتش معاكم، وهتقدروا تطوروا كل حاجة بتعملوها باستمرار، تغيروها وتعدلوها. وطبعا مهم انكم تكونوا قادرين على فهم التكنولوجيا حواليكم، وتكونوا قادرين على التعامل معها والتعامل مع المشكلات عموما. البرمجة هتساعدكم تكونوا مبدعين وتطوروا مهاراتكم وتنشطوا عقولكم وتعلمكم اساليب جديدة في حل المشكلات. والبرمجة بتحتاج لثلاث اطراف. أول حاجة المبرمج اللي بيدخل الأوامر والصيغ البرمجية للطرف الثاني واللي هو الحاسوب عن طريق الطرف الثالث المتمثل في لغة البرمجة وهي اللغة الخاصة بالحاسوب. وهنبدأ إن شاء الله من خلال المنصة، هنستخدم لغة جافا سكريبت بلوكلي، وهنتكلم عن كيفية التسجيل في الفيديو القادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.